الوارد يأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمعه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أيوة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. أيوة، قلت لها ثلاثية الأبعاد تتحرك بطاقة جات حركتها بتعمل فيها كده.